يدعم على اللاعب اللي يقوم بكل شيء على مستوى التنظيم، على مستوى التوازن، على مستوى حتى الاداء الفردي والمساندة الدفاعيه، بالاضافه الى حد الاسناد الهجومي. لاعب يتميز بقدرته بشكل كبير على الحفاظ على الكره، كذلك بقراءته التكتيكيه في مناطق الضغط، كيف يعمل الضغط وكيف يكسب الكرات في كل افتكاك. اعتقد انه يقدم مستوى رائع، صح لا ينصف على مستوى الافضليه كافضل لاعب في مدريد، ولكن ادواره اعتقد انها كل متابع لمدريد يعرف قيمه هذا النجم اللي توظيفه من قبل انشيلوتي اضاف توازن بشكل كبير واضاف يعني امكانات على مستوى الفني للوسط. اعتقد انه تفوق كبير واضح من بدايه المباراه، وكذلك حتى يوضح لك الخلل الكبير في بدايه الموسم لبرشلونه. كل الارقام الليله تصب في صالح ريال مدريد، برشلونه كان الحامل الغائب. لم يكن برشلونه، لم يكن بقي برشلونه مظبوط في فريق لي شكل وفريق اخر ملوش شكل. برشلونه مع تشافي ملوش شكل، بنتكلم على لاعبين دفاعيين في التشكيل زي فيران توريس، يعني على حساب جواو فيليكس والمهارات، لكن في النهايه اختار ان هو اللي يمسك كوره، ودي كانت حاجه غريبه. يعني ريال مدريد هو الفريق الاقوى، لكن ريال مدريد كان اذكى في انه ترك الكره لبرشلونه واستفاد من كل كوارث برشلونه واخطائه. احتفظ بالكره والحلول يفوز. عقليه انشيلوتي في غياب لاعبين، ولما يملك لاعبين قادرين انه يجمع السرعه والمهاره، اكيد انه مش مشكل انك تكون الروح كابتن موجود هيدا في الفريق. الروح هذا هو من نقاط قوه ريال مدريد ومن نقاط قوه انشيلوتي، انه اي لاعب تحسه انه في وضعيه جيده جدا من الناحيه النفسيه، ما يعني مرتبط بالنادي، مرتبط بالمجموعه، وبالتالي مهما كان اسم اللاعب، مهما كان المركز اللي يلعب فيه، تحس انه يعطي حتى مثلا على كرسي الاحتياط، حتى على الدكه كلهم. وهذا من نقاط قوه فريق كبير، وايضا من نقاط قوه انشيلوتي. لان انشيلوتي لو تشوفوا تاريخه على مستوى الانديه ما عنده ولا مشكله مع حتى لاعب، دائما التعاقدات دائما الانديه يستوعب لاعبين بطريقه جيده، وايضا يوظفهم بطريقه جيده حتى لو يغير. تشوفين يغير مكان، كرافيكا غير مكان، بيلينغهام غير مكان، كل اللاعبين غيروا مكانهم، لكن يوافقوا بقناعه بمصلحه المجموعه. مصلحه المجموعه هذا كابتن. المدرب الجيد هو المفترض اللي بيساعد اللاعبين. مع انشيلوتي ال 11 القائمه بالكامل في افضل حالتهم، بينما الناحيه الاخرى اللاعبين بالكامل في ادنى حالتهم، بما فيهم فرينكي ديونج والمواهب الكبيره اللي عندهم. حتى الاستراتيجيه اداره النادي لما في لاعبين كبار على مستوى في اخر ايام الكرويه، شوف كيف استقطاب عناصر لها مستقبل ولها هامش تطور كبير. ذكر رافينيا والاحتكاك مع الكبار، الاحتكاك يعطيك عندك احلال وتجديد، محافظة على رتم، محافظة على المنافسة، هذا ما يعيشه ريال مدريد من الإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الخيارات الفنية. لما نتكلم مدرب مثل انشيلوتي نجاحات في كل دوري يعني يشارك فيها أو مدرب فيه، يوضح لك القيمة اللي يهتم فيها حتى على مستوى الخصائص والمعايير في اختيار المدرب. الآن عاد لقب زيزو، 11 لقبا إذا لصالح البرتا، لصالح انشيلوتي هو باستحقاق عادله، وبإمكانه أن يضيف ألقاب أخرى باعتبار انه جدد العقد مع ريال مدريد مع المجموعه مع بعض الانتدابات الموسم القادم. انا اعتبر انه انشيلوتي بامكانه تحديد كل الارقام القياسيه كمدرب، لانه يملك لاعبين جيدين، يملك الفكر بفكر جيد جدا، خاصه على موضوع على مستوى التاقلم مع الوضعيه اللي يكون فيها النادي. دون مهاجم صريح يلقى الحل. اليوم في مبارتين هدف الفريق ما سجل ولا هدف، وبالتالي رغم اني سجل 9 اهداف في مبارتين، هدف الفريق مش موجود والمدافعين موجودين، وبالتالي يعطيك فكره على قيمه انشيلوتي وقيمه اللاعبين الموجودين على الفريق. حتى اذا غادر الكبار، غادر كريستيانو رونالدو، غادر بنزيما، الفريق كازيميرو لاعب الوسط الذي قلنا بانه كان هو الذي يحمل اعباء الفريق. لذلك ريال مدريد دائما في الصداره، لذلك ريال مدريد فريق كبير، لذلك شخصيه هذا البطل، شخصيه من يدير هذا البطل، من يدير هذه المنظومه اللي تحافظ على هذا المستوى وتحافظ على الحاضر والتفكير في المستقبل ايضا، تعمل على الحاضر وتعمل كذلك حتى المستقبل باستقطاباتها، في كل استقطاب يكون هامش تطوره عالي، يكون قيمته تتضاعف مع ريال مدريد. هذا امر. نقطه ثانيه ذكرها كابتن العاد، مدرب له نجاحات كثيره وقادر انه يسيطر على المجموعه. لما تسيطر على المجموعه والمجموعه كلها نجوم، اعتقد انها توضح لك قيمه هذا المدرب اللي في طوال مسيرته حتى على مستوى المشاكل، يعني ما تكون مشاكل موجوده في كل فريق مدرب. يعني اليوم ربما ما يلام
الشامبيونز يكون مشاهدنا فهمت ها حظ شديد اذا العالي وعلى كل اللاعبين هل تظن كابتن علي بان احمد بان بدايه نهايه تشافي كان القصد الباطن وكان الهدف منه اعاده بناء برشلونه لكن للاسف المشكله ان برشلونه كان بلا مؤسسه بمعنى ان الكشافين ان المدربين الناشئين ان كل شيء كانت قد طرأها لبرشلونه الناتج ان تشافي مسك الامور تشافي مخطئ تماما في تلك المباراه قراءات لكن تعال نبص على القائمه اللي بيملكها لاعبين بلا حلول زي فيران توريس وابدو رافينيا مش قادرين يرقصوا حتى واحد على واحد لاعبين كبار جدا في السن زي ليفاندوفسكي وجوندوجان ممتازين كامكانيات لكن في النهايه بدون كره فقدوا كثير من قدراتهم فقائمه ضعيفه ومتهالكه نعم احسن لاعب في المنازعه فينيسيوس هو قاهر برشلونه اكيد حتى مكان تمركزه في الميدان اصبح يلعب اكثر على الداخل يسجل الاهداف بالطريقه اللي هو يحبها السرعه الانطلاقه استغلال المساحات ثم التسديد وبالتالي واضح انه يسجل ثلاث اهداف صحيح انه مازال مش في قمه عطائه باعتبار انه يحتاج اكثر مباريات واكثر احتكاك لكن مباراه اليوم صراحه كان من عنصر من عناصر القوه بالنسبه لرافادي اتوقع ربما قرار من لابورتا شاهدناه الان ايضا حزين جدا ولكن القرار لا يكفي الجميع يجمع على ان القرار قال تشافي يكون هو الحل لا اعتقد ان هذا ليس الان ليس الوقت المناسب وليس هو المشكله الاكبر في اكثر من طرف هو شيء استقطاباته كانت سيئه هو شيء عناصره اختلفت على عناصر برشلونه في العصر الذهبي كذلك حتى تشافي وتوظيفه بطريقته اختلفت على الموسم الماضي فاعتقد ان برشلونه يحتاج عمل اكثر في استقطابات اكثر جوده نوعيه واضافه الوحيد سطر هذا الموسم خصوصا بالدفاع كان نعم خط الدفاع هو اساس البطولات يعني في فتره برشلونه الذهبيه كان خط الدفاع هو الافضل الان خط الدفاع اتكلم عن نصف موسم استقبل 22 هدف اليوم في المباراه الوحيده استقبل 4 اهداف لاخطاء دفاعيه بحته فرديا حتى تنظيميا فاعتقد الفريق يحتاج عمل كثير وحتى امام اساسونا لم يفوز يعني بالراحه بل عانى كثيرا في المباراه هو ده اللي احنا بنتكلم عليه ان رهانات النادي زي التعاقد مع كوندي التعاقد مع فيراندو في بعض اللاعبين اتدفع فيهم مبالغ اكبر بكثير من ان هم يمثلوا برشلونه في الاساس اخطاء كارثيه منهم في ارض الملعب بتبين انهم مين اللي بيتعاقد مع اللاعبين فين العين اللي بتشوف اللاعبين بشكل جيد بص على الطرف البطل اللي بيدور اللي جاب تشاوميني اللي جاب كامافينجا اللي جاب فالفيردي اللي جاب رودريجو واللي جاب فينيسيوس دي اسامي ما كانتش معروفه على الساحه لكن اللي تعاقد مع دول ضمن لريال مدريد مستقبل البطل مدته 10 سنوات لكن لاعبين مدارس فرنسيه عريقه جدا وعامل وعامل السن مهم جدا انه ينظر للمستقبل سيء انه ريال مدريد هو غير احسن ماليه وبالتالي عنده مرونه اكثر في استقطاب لاعبين لكن العنصر الواضح في اليوم انه برشلونه متغير على المباريات السابقه او على برشلونه السابق لانه في العاده قبل خسر برشلونه لكن بالأربعة. لكن لاعب شخصيا لاعب مباراه ما شاهدناش ما شاهدناش رده فعل لا رده فعل حتى طريقه اللعب غير واضحه ثم ايضا ما شاهدناش اسلوب لعب خاصه على المستوى الدفاعي شاهدنا اخطاء بديهيه هو كان اثنين وبالتالي 4-1 نتيجه منطقيه نعم بس انا اعود الى منطقيه جدا وثقيله ايضا على برشلونه لا اتوقع بانه سيهضم هذه النتيجه بسرعه ساعود مره اخرى الى زميلي فارس عوض ومحمد حسين وذلك للتعليق على التتويج وفرونتينو بيريز مع الجماهير يحترم فارس محمد الخط معكم تفضل شكرا للزميل الاخضر بريش نعود بحضراتكم مشاهدينا لهذه اللحظات التي اعتاد عليها كثيرا جدا يستطيع اللاعب المدريدي ان يقوم بترتيب التتويج بمفرده اي لاعب في مدريد يستطيع ان يقوم بتنظيم حفل تتويج او اي مناسبه احتفاليه بمفرده لديهم في فعل ذلك خبره لا يفوقهم فيها احد ولا يسبقهم فيها أحد هذا
فلورنتينو بيريز الى جانبه بالتاكيد لابورتا. رؤساء هذين القطبين الكبيرين في كلاسيكو العالم يستعداني في هذه اللحظات بالتاكيد لمراسم التتويج ايضا والاحتفاء بالفريقين. طاقم تحكيم هذه المباراة مارتينيز هذا الحكم تبقي مباراة تروح نتيجة كبيرة بس وحط الحكم هذا مارتينيز مرويرا طاقم التحكيم اداروا هذه المباراة بشكل جيد واستطاعوا ان يصلوا بالمباراة الى نهايتها باربعة اهداف في مقابل هدف. يتلقى الحديث ايضا من جانب والقائمين على الاتحاد ايضا الاسباني بانتظار ان نشاهد الفريقين في فترات ومراسم التتويج هنا في الاول بارك. سوبر الاسباني الذي سعدنا كثيرا بان نتواجد وان نغطي حقيقة وان نشاهد الجماهير كانت محظوظة بمتابعة مباريات حافلة عن قرب سواء الكلاسيكو سواء ديربي مدريد سواء مباراة ايضا برشلونة وأوساسونا. سنكون على موعد ايضا في الايام المقبلة القادمة بحول الله عبر قنوات اس اس سي رياضية مع سوبر ايطاليا، لكن الان نبقى بالتأكيد مع الفريق الوصيف في مباراة اليوم البارسا صغاره ولاعبو الخبرة بالنسبة لهم الآن يمرون في هذا الممر وبلا شك يتحسنون على فرصة لقب ضائع كانت من الممكن بأن تكون بطولتهم 15 في تاريخ ليفاندوفسكي وبقية الأسماء. سجل هدفا لكنه لم يكن كافيا، كوندوغان يخسر لقبا أولا بالنسبة له. لاعبين صغار من اللمسية لا يبدأون رحلتهم بسعادة كبيرة. فيرمين لوبيز الرسمية لم تكن كالودية يا فيرمين لوبيز. بيدري لابد بأنه حزين جدا، يعرف بأنهم كانوا يعولون عليه كثيرا. كوندوغان آتم من السيتي بكل الألقاب الآن يخسر لقبا، ولكن البارسا أحيانا أن تخسر لقبا ليس كبيرا وأن تصحح مسارك سيكون أفضل بالنسبة لك من أن تخسر بطولة كبرى، من أن تخسر لقب الدوري، من أن تخسر بطولة الأبطال. كل ذلك بالنسبة للمدرب الواضح في الصورة تشافي اللي عليه ضغوطات كبيرة جدا، وبلا شك ربما أوضاع برشلونة المادية لا تسمح لهم في هذه الفترة بالتعاقد مع اسم يملك خبرة كبيرة في التدريب، لأن المدربين الآن بأسعار كبيرة مكلفة جدا وبرشلونة يعاني كثيرا، لكنه سيحاول في ما تبقى من هذا الموسم شايف تشافي ولا مورتال يحاول أن يخفف عليه. كلاهما تحت الضغط. جوان فيليكس البداية ليست جيدة، كانسيلو افتقدوه، كرافينيا كانوا يحتاجونك وبالتالي يحتاجون إلى الأسماء التي غابت في مباراة اليوم والتي لم تنجح في أن تكون موجودة وحاضرة بالنسبة لفريق البارسا. هاتلك من الأعماق لكل عشاق البلاوكرانا، بطولة يخسرونها ولكنه سيظل كبيرا دائما وسنظل بانتظاره دائما في كل سوبر وفي كل مشاركة وفي كل بطولة. كارلو أنشيلوتي الرجل الذي وصل إلى اللقب رقم 11، ماذا تريد يا كارلو أنشيلوتي أكثر؟ إنك تستمر في حصد الألقاب وفي تحدي الظروف، وبالرغم من أن الميركاتو لم يكن ذلك الميركاتو الكبير جدا ولا ذلك الميركاتو الذي كانوا ينتظرونه على الأقل، إلا أنك حتى الآن في 28 مباراة ب24 انتصار وثلاث تعادلات وهزيمة واحدة. يا كارلو لوكا مودريتش الذي شارك في دقائق. كارلو أنشيلوتي يتلقى التحية يعادل زين الدين زيدان، وهو الذي قال في زيدان كلاما ساحرا يستحقه في الوقت الذي يستحق فيه كارلو أنشيلوتي إنصافا. رجل الدوريات الكبرى، رجل بطولة الأبطال، رجل الألقاب والبطولات، رجل الحلول، المدرب الذي تشعر أحيانا بأنه فقد السيطرة فيقلب الطاولة كلها بعد ذلك على الجميع، إنه كارلو أنشيلوتي بالتأكيد. خوسيلو يحصل على لقب في عمر 33، بإمكانك أن تضع بصمتك ولو في عمر متأخرة واسألوا خوسيلو. ألانا فينيسيوس في ليلة من ليالي العمر، في ليلة بالنسبة لفينيسيوس ستبقى تاريخية. فينيسيوس كان يحتاج لليلة كبيرة، مرة في عبارة تقول لا شيء ينجح كالإفراط. أحياناً أنت تحتاج إلى أن تقدم نجاحاً فيه من الإفراط ما يصل بك إلى المرحلة التي تستحقها، إلى التواجد، إلى الثقة، إلى المكانة، إلى أن تملأ هذا القميص كما يجب.
الموسم. نعم هذه المرحلة يا فينيسيوس بهاتريك في مباراة كمباراة الكلاسيكو. فالفيردي هو الآخر، تشواميني يحصل على ميداليته، كامافينجا يحصل على ميداليته. بالتأكيد لاعبين بعضهم سبق وأن حصلوا على السوبر، ولكن بعض اللاعبين الآن تتاح لهم أيضا بطولة السوبر الأولى. بيلينغهام سوبر أول، السوبر بيلينغهام بكل تأكيد. الآن نشاهد ناتشو يحصل على هذه الميدالية، والآن نشوف الوقت اللي مر فيه، والآن ناتشو هو الكابتن. ذهب راموس، الآن عليك أن ترفع هذه الكأس، إنها 13 بتوقيت المرنكي، عليك أن تذهب بها، أنت تعرف ما عليك فعله، أنت تعرف القصة كلها. نعم، وكل من ينتمي إلى مدريد يعرف الحكاية كلها. الآن في هذا التوقيت، في هذه اللحظة، الريال بطل للسوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخ ريال مدريد. سوبر إسبانيا، كبير أوروبا، ريال مدريد بلقب آخر وبطولة أخرى وهدف يتحقق. ريال مدريد لا يوجد أهداف غير قابلة للتحقيق. ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني هنا في الأول بار في العاصمة الرياض. ليس من السهل أن تكون الوصيف، ومن الصعب دوما بأن تبقى الأول، ومن المستحيل أن تكون ريال مدريد، من المستحيل أن تكون ريال مدريد، من المستحيل أن تكون ريال مدريد. مبروك يا كارلو، مبروك يا مريكي، مبروك لكل عشاق الريال الملكي. لقب آخر وبطولة أخرى وفرحة أخرى. كل الكلمات تكررت، كل المنصات تكررت، كل الألقاب تكررت، وهذا الملكي لا يمل ولا يكل ولا يقف ولا ينتظر ولا يشبع ولا يكتفي، ويبحث عن بطولة أخرى بمجرد أن انتهى من بطولته الحالية. هل أذكركم لديكم ديربي في كأس الملك بعد 4 أيام؟ هل تعرفون ذلك؟ احتفلوا اليوم، غدا يوم آخر سيكون لكم فيه موعد آخر تبحثون فيه عن الاحتفال. تنظيم رائع جدا لهيئة الرياضة لبطولة السوبر الأسباني، احتضان هذه البطولة بشكل رائع. كانت أوقات ماتعة جدا، ساحرة جدا في العاصمة الرياضية في هذه الأيام. الرياض والتي تحتضن هذا السوبر وتنظمه وتخرجه بهذه الصورة وبهذه اللوحة. شكرا لكل من ساهم في هذه الاستضافة وهذا التنظيم، شكرا لمن أرسل هذه الصورة والرسالة للعالم أجمع. الآن مع نشيد مدريد نترككم في حفظ الله ورعايته. مبروك يا مرنكي. أوهو. مرحبا كبيرة هنا.